كتاب مقدس في أمثال 31 لما قلنا أولادها يطوبونها، لكن في الآية كما بيقول وزوجها يمدحها. فأنا عايزة أقول إن الأم هتبقى أم أعظم وأجمل وأحن وعطوفة أكتر لما زوجها يعمل دوره. مرات كتيرة الأزواج ما بتعملش أدوار، أنا مش بقول أدوار مين يعمل إيه، يعني دي اتفاقات بينهم، لكن عايزة أقول إن هي كشخص محتاجة برضو تتحب وتحتوى وتفهم. فعايزة أقول مرات كتيرة أزواج بيشجعوا زوجاتهم يكونوا ناس أفضل، ومرات كتيرة أزواج ما بيعملوش أدوارهم، فالأمهات ما بتوصلش للبوتنشال أو للدرجة اللي تقدر تقول أنا عملت كل حاجة أقدر عليها. وعلى النقيض كريستين، بتلاقي أزواج اللي بحقر طبعا من زوجته، بقلل من قيمتها، ودائما بينعتها بأسماء وبكلمات سلبية طبعا، كلمات جارحة. كيف تتعامل مع هذا الوضع؟ بفتكر قصة أبيجيل إن هي كان جوزها مش مظبوط، أيوة. ما كانش بيفكر بطريقة مظبوطة، وكان ألفاظه صعبة، كان لئيم وقاسي، يس. لكن هي الحقيقة بتديني مثل في الحكمة وستر العيوب. دي حتة خطر قوي يا أخ نزار، لأن مرات إحنا في المجتمع الشرقي العربي الست تعودت إن هي تستر العيوب، تاخد الضربة أو الشتيمة أو ولازم تسكت، ما تقدرش تتكلم. في المجتمعات الغربية الوضع مختلف، الست بتقول ايه اللفظ اللي على طول it's not fair، وتخرج من العلاقة وتقول ايه يعني ماليش دعوة انا. لكن الحقيقة الكتاب المقدس بيعلمنا حاجة وسط، اللي هي ما اجيش على نفسي قوي، لان انا بني ادم، فما فيش حاجة اسمها abuse تحصل لي، يعني ما اقبلش بالاهانة والضرب المستمر والشتايم، ده كلام صعب لا ربنا يقبله ولا المجتمع يقبله ولا انا لازم اقبله على نفسي. لكن انا اقدر اعلم الست تسامح، تشجع، تبقى حكيمه، تستر العيوب في حدود، ان هي ما تبقاش ما تكونش حياتها في خطر. بالظبط كده، نعم بالظبط كده.